السلام عليكم إخواني أخواتي وكل مشاهدي قناة مطبخي من هولندا. وصفتنا لهذا اليوم كيف كتشوفوا طاجين بالحوت والخضرة بالشمولة المغربية التقليدية، كيجي من ألذ ما يكون، معسل واقف شمولته. كيف كنعرفوا كاملين بأن الحوت يعني مزايا نتاعو الصحية كتيرة، أنا اليوم غادي نقدم لكم سمك الدورادو مع الخضرة. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو نوجدو في الوصفة نتاعنا. أولا عندي البصلة، جوج نتاع البصلات أنا كنقليهم في واحد ما يقارب 3 نتاع المعالق نتاع الزيت النباتي مع شي شوية ديال الملح حتى تنزل البصلة، باش تعطينا ديك التعسيلة وديك الطيبة نتاع الحلاوة نتاعها من يوجد الطاجين. بالنسبة للشمولة نتاع الحوت عندي كمية من القصبة والمعدنوس ما يقارب واحد 6 نتاع المعالق مقطعين أقاق، 3 ديال الدقوسان ديال الثوم، الملح الكافي، واحد المعلقه صغيره عامره، انا جاتني هي هذيك ومن بعد غادي نعاود نذوق، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه عامرين يعني باش تجي الشموله تجي زوينه وتجي مجهده، التحميره كذلك، والشطه التحميره تقريبا واحد المعلقه ونص، ومحتاجه محتاجه هذاك اللون الذهبي في الخضره وفي الطاجين باش ما تجيش الخضره هكا بيضه ملطه، درت شي شويه ديال الخرقوم. اما لما كناش غادي نديرو الخضره فما يحتاجش نديرو الخرقوم في الشموله نتاع الحوت. الخل كيف شفتو واحد جوج معالق حتى لثلاثة كبار ديال الخل وزيت الزيتون، وغادي نطلق هاد الشموله كامله بواحد نص كاس صغير نتاع كاس نتاع الشاي نتاع اتاي ديال المعادي بائد، صافي. وكنحركهم حتى كيمتزجوا هادوك العناصر كاملين مع بعضياتهم. غادي نبدا نشمل الحوت هو الاول، شحال ما بقى الحوت بشموله وبقى شي شويه محطوط كيكون مزيان، ولكن انا مع الاسف يعني حتى الاخر لحظه عاد قرات هذه الوصفه. كيف كتشوفوا الحوت مغسول مزيان، التهرس نتاع الحوت انا محايده له هذوك الخواشم، محايده له العينين، محايده يعني كاع المسائل اللي غادي تقدر تطلق لي هذوك السباوات ولا يعني ولا يكون فيهم دم ولا شي حاجه باش ما يضيعوليش المذاق نتاع الطاجين. كنشملو مزيان يعني كندخلو في بلاصه فين كانت الكاش نتاعو، المسائل كاملين نخليهم باش خاصهم باش يشربوا الشموله مزيان. وكيف شفتوا انا الحوته يعني من الفوق هذيك الهباءه ديال الحوته مفلحاها بواحد الموس، وكنحاول باش ندخل لها الشموله باش تشرب مزيان. غادي نبداو دابا في المونتاج نتاع الطاجين تاعنا. عندي كي غنقول لهم هذوك السيقان نتاع المعدنوس، عفوا المعدنوس، هذو السيقان نتاع المعدنوس اللي كيكونوا في ابطال فوق انا قطعتهم حيدتهم وغسلتهم، وهما اللي غادي نفرشهم لتحت باش ما يلصقش الطاجين. كنضيف له هذيك البصله اللي كنت قليتها من قبل ما نبدا الخدمه كامله باش تكون بدات شي شويه، هي هذه اللي غادي تطلق لنا هذيك التعسيله وكتجي كتطلق حلاوتها. اما لدينا البصله غير هكاك خضراء فما كتجيش زوينه كتجي ميها. البطاطا غادي نبدا نستف دابا البطاطا اللي عندي، انا عندي هنا الكميه نتاع البطاطا واحد الكيلو هكا. بالنسبه للخضار كتوقف على عدد الافراد اللي كتوجدوا لهم الطاجين وكذلك على الكبر نتاع الطاجين، لحقاش ما يمكن حنا غادي نديرو 2 كيلو نتاع البطاطا والطاجين ما يهزنا قياس نص كيلو. صافي كنستمر نستف هذيك البطاطا اللي عندي كامله حتى كنساليها بهالطريقه هذه. بامكانكم ديروا خضره وحده اخرى يعني خضره اخرى، تقدروا تزيدوا خيزو في الطاجين، تقدروا تزيدوا القرعه الا بغيتوا، انا اختاريت على حسب عوض الطاجين باش ما يجينيش عامر بزاف، وداكشي علاش درت غير البطاطا والمطيشه والفلفله وقطع نتاع الزيتون قطع نتاع الحامض بهذا التشكيله هذه. اما مساله الخضره فكتبقى دائما كتبقى اختياريه. بعد ما ساليت تستف نتاع البطاطا اللي عندي كامله كندير لها واحد رشيشه خفيفه نتاع الملح ضروري، وكندير عاوده غير شي شويه نتاع الشموله، ما كنكثر لهاش الشموله بزاف باش ما تجيش، حيت غادي تنزل عليها اصلا شموله بلاتي، كلشي هذوك المسائل اللي غادي يجيو فوقها كاملين غادي يكونوا مشاملين، وغادي تنزل هذيك الشموله على البطاطا. كندير واحد القطع غير شي شويه نتاع مطيشه ماشي بزاف باش غادي نوقف عليهم الحوتات. كيف كتشوفوا بهالطريقه هذه صافي، وكنبدا دابا نزين الطاجين.
كنبدا نزينو بالفلفله اللي راها عندي، فلفله ومطيشه، وهما اللي غادي يطلقوا اصلا الماء تاعهم كيطلقوا لاصوص. الا ما توفرت لكمش الفلفله ملونه بامكانكم ديروا غير نوع واحد نتاع الفلفله، المهم اللي كان عندكم موجود في الدار، فهذا ما كيبقاش مشكل. انا كنحاول باش نمزج ما بين هذوك الالوان تاع الفلفله مع مطيشه، يعني باش يكون باش يعطي واحد المنظر زوين للطاجين. اما لما توفقوش فما كيغير حتى شي حاجه في المذاق نتاع الطاجين. صافي، كندير هذوك القطع نتاع الحامض او نتاع الزيتون الفوق، كنحاول نزين بواحد القطع نتاع الفلفله حيت بقاولي. مسألة التزيين في الحقيقة كتجي زوينة في الطاجين، يعني شحال ما زيناه كثر إلا وكيفتح لنا الشهية باش ناكلوه، واخا أنه المذاق تبارك الله ما شاء الله، ولا رائحة نتاع الشمولة اللي طالعة تبارك الله وما نقول لكمش عليها، ولكن حتى المنظر كيلعب واحد الدور في الطاجين صراحة. وهذيك الشمولة اللي بقات كنحاول باش أنه نوزعها بواحد الشكل متساوي فوق من الخضر كاملة اللي زدتها، وكذلك في الطاجين. صافي، وكنزين بالزيتون، انا اختاريت الزيتون الاحمر حيت حامض وغادي يجي زوين في هذا الطاجين. اما لما كانش متوفر لكم بامكانكم باش تستعنوا باي نوع من الزيتون كان عندكم موجود. هذيك الطاوه اللي انا شملت فيها ضفت لها واحد نص كاس ديال الماء بارد، وبها كنقويها الطاجين حيت البطاطا محتاجه ضروري الماء باش غادي تطيب، ما يمكنش غادي نطيبوا البطاطا بلا ماء. وما كنكطئوش الماء، ما كنقويوش بزاف الطاجين حيت الخضره اللي حنا دايقينها الفلفله والمطيشه راه كيطلقوا الماء نتاعهم، وحتى الحوت غادي يطلق الماء نتاعو، كيطلق شي شويه ديال الماء، ولكن نوع هذا النوع نتاع الحوت بعد الميزه نتاعو انه ما كيجيش خشين ولا كيجي ناشف اولا يابس، كيبقى طاف طاوته، كتبقى الحوت لداخل الهبأ نتاعو كتبقى طائيه ومقطنه. صافي، وكندير دابا زيت الزيتون القدر الكافي نتاع زيت الزيتون اللي غادي يتزيني في هاد الخضره مع الحوت كذلك. كيف شفتوا انا ما درتش الزيت نباتي نهائيا في هاد الطاجين، درت غير زيت الزيتون من غير هذيك الزيت اللي قليت فيها هذوك البصيلات. هو هذا الشكل ديال الطاجين تاعنا كيف كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. كنغطيوه دابا وكنديروه يطيب على واحد النار معتدلة، أما إلا كان عندكم المجمر فمن الأحسن باش طيبوه على المجمر. كيف كتشوفوا طيلة الفتاء نتاع الطاجين خاصنا نعقبوه ماء ماء، كنهزو بواحد المعلقة وكنسقيوه، ومنين كيكون طلق هذيك لاصوص يعني كنديرو هذيك المعلقة نتاع العود اللي شفتوني أنا كنت دايقها في الجنب باش ما يفيضناش. هي هذه هو هذا الشكل نتاع الطاجين تاعنا يعني في أثناء الطهي نتاعو، هو هذا الشكل نتاع الطاجين بعد ما سال الطياب نتاعو، جا تبارك الله ما شاء الله. بصحتكم وراحتكم، الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك الفيديو، ديروا ابوني لباقي ما درتوهاش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.